أنا راح جهز الأمانة بهاليومين، خبرك أكيد. سلام. تعرف بس نلاقي البنت ما رح نقدر نعاقبها بدون ما حدا يعرف. طيب هالشي سيء؟ لا، الكل رح يشوف شو رح نعمل فيها، بس المشكلة بابا اطمن ولا تشغل بالك، أنا رح حل كل شي، وأنا اللي رح انحبس مو أنت. وهلأ ما عاد في تراجع. يا عيني عليك رجال. ايه شو الأخبار هاندا؟ كيف صرتي؟ ما ارتحتي؟ أحسن. تمام، شوفي حتى أمي هلكت من ورا التحليل. أنا ما عم أفهم، في مرة ما بتعرف البنت يلي من لحمة ودمة، يعني ليش الناس بيحبوا يصعبوا الأمور لهالدرجة؟ مزبوط؟ جينجو، أهلا وسهلا. أهلا فيكن، أنا بكرت بالجاية لأنه هاندا هي اللي عزمتني. منشان هيك المسا طلبتي مني أعطيكي رقم جينجو مو هيك؟ إيه صح، أنا نسيت قلك أصلاً لا تواخذيني. خير؟ حبت نرجع نكفي جولتنا بما أنه ما كفيناها مبارح، وأنا طبعاً قلت لها أكيد بجي. حلو، برافو، بتتسلوا. انبسطت انك دقيتي لي. ليش لكذب عليكي؟ فكرتك مالي او شي. لا ما مليت. سلطان احمد تروح معي لهنيك؟ شو؟ شو علاقته هلا؟ طيب طيب مثل ما بدك، تفضلي. شو صار؟ بعتت القلادة؟ تمام. ايه، لوين بدك نروح؟ ما بعرف. نشتري كعك؟ أكيد. يعطيك العافية، تعطيني كعكتين لو سمحت؟ هاندا؟
وهي صارت هي إليف. شو اشتقت لك؟ ليكن أمي؟ ليكن؟ أمي، 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 ليكن اجوا. اهربي يا زهرة، اهربي. لوين بدي روح لحالي بدونك؟ لا لا لا، أنا بدبر حالي، روحي اهربي. خلينا نروح. يلا أمي، امشي. زهرة الله يستر. يلا روح من هون. هاندا خلينا نروح لهم. فكرتك طعتي هاندا. يلا لوين بدك نروح؟ شوفي لحتى ما عم تقدري تاخدي نفس. يلا امشي. شو عم يصير هاندا؟ هاندا ما بدك تقولي لي شو صار؟ لوين رحتي وليش عم تهربي؟ حدا عمل لك شيء؟ حدا تعرض لك بشيء؟ هاندا ما رح تقولي شيء؟ شو صار هاندا؟ شوفي أنا مالي هاندا. وقفي هاندا، شو عم تعملي؟ هاندا شو عم تعملي يا هاندا؟ هاندا أنا عملت غلط كبير وجاي أعترف. بشو بدك تعترفي بنتي؟ أنا كذبت وانتحلت شخصية وحدة تانية. أنا سرقت حياة ما لحياتي.